طيب عشان نعمل انتروداكشن للفريمز لازم الاول نعرف ايه الفرق بين الجردر والفريم فاكرين كنا قلنا قبل كده الجردر عندنا والفريم الاثنين عباره عن كاميرا مش على اعمده وفاكرين قلنا الاثنين طبعا هيبقى عليهم لود اوكي الكاميرا عليها لود فبالتالي اكيد الكاميرا هيحصل لها ديفليكشن ولما الكاميرا يحصل لها ديفليكشن يبقى الكاميرا هتتني يعني الكاميرا يبقى عليها مومنت فعشان كده افتكر الجردر والفريم الاثنين الكاميرا بتاعتهم شايله مومنت لكن فاكر الفرق عندنا في الاعمده ان اعمده الجردر ما بتسحبش مومنت من الكاميرا يعني ساعتها العمود ده والعمود ده بنعتبرهم ما بيشيلوش اي مومنت من الكاميرا يعني كاستراكشر ينفع نشيل الاعمده دي نحط مكانها ايه هنج سبورت فبالنسبه لنا الجردر عباره عن كاميرا عاديه لكن بالنسبه للفريم برضو الكاميرا عليها مومنت لكن فاكرين قلنا اعمده الفريم هتسحب مومنت من الكاميرا يعني في جزء من مومنت الكاميرا هيروح عندنا على مين على العمود طيب واحنا قلنا احنا اللي نقدر دلوقتي نتحكم اذا كان العمود ده يسحب مومنت ولا لا فاكرين قلنا عن طريق ايه لو افتكر عن طريق الاستيفنس بتاع العمود والتسليح طيب الاستيفنس ازاي قلنا يعني في الجردر مثلا انا يهمني ان عمود الجردر ما يشيلش مومنت فبالتالي يهمني ان الاستيفنس العمود ده يبقى صغير فكان قلنا لو اتخذنا تخانه الكاميرا في حدود تي العمود يفضل يبقى فرنج كام 0.7 تي طيب ليه 0.7 اون عشان السيفتنس بتاعه فيساعد ان هو ما يسحبش مومنت لكن طبعا بشرط ان ال 0.7 تي دي تبقى سيف في الباكلينج دي اول حاجه تاني حاجه تفنى تبقى ايه سيف كمان في الكومبريشن هو يقدر يستحمل عليه الاكسيال لود طيب ده بالنسبه عندنا للجردر في الفريم محتاجين العكس انا محتاج العمود تخنته تبقى كبيره عشان السيفتنس يزيد فالفريم عندنا لو تخنت الكاميرا تي باخد العمود قد ايه تي قد ده طيب ينفع تخنت العمود لو اضطرينا نزود عن تي بتاعه الكاميرا ينفع اه مفيش اي مشكله طب ده بالنسبه للستيفنس فاكرين قلنا التصليح عندنا اهم من في نقل المومنت يعني مع صح حتى بينقل حتى لو في شروخ ماشي كده فكين قلنا فالتسليح عندنا يهمني دلوقتي ان ما فيش اي حديد من الكاميرا في الجردر يهمني اي حديد من كاميرا ما يخشش في العمود وانا عشان ما ينقلش مومنت على العمود يبقى حتى لو في تسليح نيجاتيف عندنا بيتعمل له ركبه في الاخر وخلاص في اونا ساعتها الخرسانه بتشرخ شروخ بسيطه قوي لكن تنقلش اي مومنت على العمود لكن بالنسبه للفريم قلنا لازم تسليح الكاميرا عندنا يخش جوه عمود الفريم قلنا عشان يساعد ان هو كمان ينقل ايه ينقل بيندنج مومنت طيب الفريمات اللي بنتكلم عليها مبدئيا اللي هي الفريمات الستاندرد العاديه اوكي اللي هي بتتعمل بيها مصانع كتير مصانع خد كتير تعمل يا اما ستيل يا اما خرسانه واغلب شغلة الخرسانه بيبقى فريمز طيب الافضل عندنا امتى اختار السيستم بتاعي فريم في رينج من 12 ل 24 متر في الرينج ده خد بالك كده يعتبر السيستم الفريمات من ارخص السيستمز اللي عندنا ارخص واسهل في نفس الوقت ماشي كده عشان كده احنا بصراحه دايما لما نلاقي السبام في رينج من 12 ل 24 اول حاجه بنفكر فيها الفريم طيب مبدئيا الفريمات اللي احنا هندرسها زي ما قلنا فريمات الستاندرد هيبقوا ثلاث فريمات يا اما 3 هنج فريم بقول لك 3 هنج فريم يعني ايه؟ القاعدتين هنجات وفي هنج في نص الكاميرا او فريم 2 هنج فريم يعني القاعدتين بس اللي هنجات او فيكسد فريم القواعد كمان ايه؟ قاعد كمان فيكسد نفس الثلاث فريمات دول هما هما بالظبط ينفع يبقوا مايلين يعني يبقى في عندنا انكلاينت 3 هنج فريم او انكلاينت 2 هنج فريم او انكلاينت فيكسد فريم الفرق بس ان فيه يبقى مايل طيب امتى اختار ده وامتى ده وامتى ده؟ قلنا اولا كلهم فرنش كام؟ 12 ل 24. طيب بس في معلومه الاول قبل ما نختار لازم نبقى عارفينها ايه هي؟ بلك ان كل السيستم عندنا ما يبقى ديتيرمنت اكتر ده معناه ايه؟ ان البن مومنت بتاعه هيبقى كبير، ليه كبير؟ لان ساعتها البن مومنت اللي ناتج عن طريق الاوزان اللي موجوده دي هيتوزع على عدد ممبرز اقل. طب وخد بالك كل ما السيستم بقى ان ديتيرمنت اكتر معناه ايه؟ ان المومنت هيتوزع على عدد ممبرز اكتر فساعتها البن مومنت عندنا يقل. يعني مثال مثلا تخيل لو احنا عندنا كاميرا سمبل او فريم 200 فريم او فريم فيكسد فريم الثلاثه ليهم نفس الاسبان وعليهم نفس اللود عايزين نشوف توزيعه المومنت عندنا تبقى عامله ازاي طبعا في الكاميرا السمبل المومنت عندنا هيبقى دبليو ال سكوير على 8 مومنت كبير كله راح عندنا على منبر واحد بس طيب ال 200 فريم خد بالك ال 200 فريم لو تفتكر عندي هنا في مجهولين وهنا في مجهولين يعني اربع مجاهيل ماشي من ثلاث معادلات يبقى ده وانس ستاتيكال اندترمينت طيب ال ستاتيكلي statically ده فاكر كان ايه اللي بيحصل؟ ساعتها المفروض البن مومنت اللي هو دبل اس على 8 ده جزء منه بيبقى بوزيتيف وجزء نيجاتيف ليه؟ لان الجزء النيجاتيف ده زي ما اتفقنا لسه هيروح على مين؟ على العمود طب العمود نفسه جزء فيه مومنت وتحت هنج يبقى تحت بكام؟ تحت بزيرو يبقى المومنت نفسه اتوزع عندنا ولا لا؟ فالبن المومنت اللي هنا بقى اللي من اللي هنا اي نعم بقى في نيجاتيف اه لكن بتكلم القيمه التوتال عندنا او القيمة سوري الكبيره للمومنت عندنا بقت اقل فطبعا ده ممكن يطلع لي كميه خرسانات اقل بكتير Okay. طيب حاجه ثالثه الفريم الفيكسد فريم الفيكسد فريم عندي هنا في ثلاث مجاهيل وهنا في ثلاث مجاهيل يعني ست مجاهيل من ثلاث معادلات يبقى ده المفروض يبقى 3 تايمز ستاتيكال اندترمد لكن عشان ده سيمتريك فبيبقى توايز بس طب التواي ستاتيك الان ده برضو نفس الكلام المومنت عندنا اتفقنا عشان ده فريم هيبقى فيه جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف الجزء النيجاتيف اللي على العمود ده تحت مش هينزل على الزيرو بقى فكين تحت عشان دي بقت قاعده فيكس هيحصل له ايه هيتوزع الفيكسيشن ده ياخد جزء يعني حتى العمود نفسه هو كمان المومنت اللي هنا بقى اقل من اللي هنا لانه خد بالك اتوزع جزء منه شمال وجزء منه يمين يبقى واضح اتفقنا ان كل السيستم بقى ديتيرمينت اكتر زي ما قلنا ايه اللي يحصل المومنت عندنا يتوزع على عدد ممبرز اكتر فالماكسيمم مومنت قيمته تبقى اقل هو اه المومنت بقى في حتت اكتر لكن ماكس مومنت نفسه قيمته تبقى اقل يبقى بالتالي اتفقنا واحنا بنصمم اكيد هنطلع التخانه اقل بكتير طيب لكن في شرط تاخد بالك منه ايه هو يعني واضح ان انا يفضل دايما لما اجي اختار اختار السيستم اللي هو indeterminate اكتر يعني اكيد التوايس هيبقى ارخص من الوان ستاتيك ال indeterminate ارخص من ديتيرمنت مظبوط لكن خد بالك لو التربه بتاعتنا ويك سويل لما التربه تبقى ويك سويل يعني متوقع في احتمال كبير يحصل ديفرنشال سيتلمنت للسيستم طيب لو حصل ديفرنشال سيتلمنت للسيستم والسيستم ده ان هتلاقي ساعتها البن مومنت اتجاهه هيتغير يعني مثلا بدل ما يبقى تحت فجاه مومنت يتقلب فوق وانا مش هبقى عامل حساب الكلام ده في التسليح فممكن السيستم يتكسر فاحنا بنفضل دايما لو التربه بتاعتنا ويك سويل نختار السيستم ديتيرمنت ليه ميز السيستم ديتيرمنت ان هو لما بيحصل له ديفرنشال سيتلمنت شكل المومنت ما بيتغيرش حتى لو السقف نفسه بقى مايل لكن الشكل نفسه ما بيتغيرش طب ما ديتيرمنت اغلى اه بس ساعتها اكيد في الويك هيبقى افضل بالنسبه لنا بكتير طب لكن لو لو مثلا احنا عندنا الداتا ان السويل هارد سويل متوقع جدا ما يحصلش اي ديفرنشال سيتلمنت يبقى ساعتها اكيد اختار ايه اكيد اختار السيستم اللي هو يبقى ان ديتيرمنت اكتر ماشي يبقى مبدئيا كده قاعده الاختيار بتاعتنا دايما اتفقنا انا بتكلم على الفريمز دلوقتي سبان من 12 ل 24 طيب عاده يفضل نختار فريم طيب انهي فريم الفريمات اللي عندنا زي ما قلنا كده قلنا مبدئيا كل ما بقين ديتيرمنت اكتر كل ما بقى ارخص لكن في حاله الويك سويل انا هضطر اختار السيستم ايه ديتيرمنت طب من الثلاث فرمات اللي احنا قلناهم الثري هنجد فريم ده يعتبر ديتيرمنت ماشي طيب يعني سيستم مكلف لكن ينفع في التربه الضعيفه ال200 فريم ده كان وانس ستاتيك ان ديترمنت طب الفيكسد فريم السيمتريك لو تفكر قلنا ده بقى ايه هيبقى توايس طب يبقى واضح دلوقتي كده من الثلاث فريمات دول اوكي مبدئيا كده ان التخانة عندنا هنا او المومنت على ال فريم هيبقى كبير اكبر من تو اكبر من الفيكسد مش كده عشان كده المفروض واحنا بنصمم اكيد متوقع تطلع التي هنا عشان عليها مومنت اكبر تطلع اكبر من 200 اكبر من الفيكسد ولا لا فاحنا بنحفظها دايما الكونكريت دايمنشنز اوف كين اون دي عباره عن ايه قيم بنحفظها تضمن لك ان السيستم يبقى سيف وفي نفس الوقت ايكونوميك اوكي لكن مش شرط تلتزم بيها لو انت عايز احنا بنتكلم دي بالخبره كده قيم الامبيريكال بتاعتنا اللي عايزين نحفظها ايه هي كونكريت دايمنشنز لو كانت لو انت عندك 300 فريم ناخد التي ال على 10 T بتاعت الكاميرا 10 سبان لو 200 فريم هتبقى اقل شويه تبقى ال على من 12 ل 14 لو فيكسد فريم اقل شويه تبقى ال على من 14 ل 16 خد بالك كلها ارقام زوجيه يعني على 10 12 ل 14 بعدين 14 ل 16 طيب حاجه كمان طبعا لو الفريم انكلايند نفس الكلام بالظبط هو هو بس بعد ما الشال بالال الشال بايه بالال داش اللي هو الطول الحقيقي بتاع الكاميرا طيب حاجة كمان كده لما تيجي تحسبها الاسبانات يفضل كام بما ان 300 فريم عليه مومن كبير يبقى يفضل ان انا ما اكبرش اسبانه قوي عشان تفانا ما يبقاش مومن كبير جدا فتطلع التخانة كبيرة جدا جدا فاحنا بنفضله فرنج سبانه من 12 ل 15 بس طب لو زاد عن 15 غلط لا مش غلط لكن هيبقى مكلف طيب الـ 200 فريم بنفضل سبانه من 12 ل 22 بس برضو لو زاد عن 22 مش غلط لكن هيبقى مكلف اكتر طيب الفيكسد فريم من 12 ل 24 طبعا قلنا ده ارخص سيستم فيهم لان ده هيبقى ايه توي ستاتيك الانديترمين طيب حاجه كمان امتى اختار السيستم عندنا يعني مثلا لو انا عندي سبان من 12 ل 24 دلوقتي اوكي واحنا خلاص قررنا هنختار السيستم بتاعنا فريم امتى اختاروا 300 وامتى 200 وامتى فيكسد والله على حسب تلاقي في عندنا فور كيسز يعني مثلا لو الداتا عندي ان التربه ويك سويل اوكي او اتقال ان داتا كلي عباره عن طمي طين يعني متوقع جدا يحصل ديفرنشال سيتمنت يبقى ده على طول كده اكيد مش هفكر لا في ال 200 ولا في الفيكسد ساعتها مش هبقى قدامي غير ايه 300 فريم يبقى انا بصراحه كده هختار 300 فريم امتى لما تبقى السبام من 12 ل 24 مش ل 15 خد بالك من 12 ل 24 والتربه نوعها ايه ويك سويل ساعتها مش هبقى عندي غيره من الفريمات هنا عشان ده هيبقى ايه ديتيرمنت تاني ممكن يتكسروا طيب حاله تانيه لو انا ما عنديش اي داتا عن السويل عاده ما عندناش داتا عن السويل بنعتبر ان السويل ميديوم يعني ما صح متوسطه او كانها ساند اوكي طيب ما عندناش اي داتا عن السويل يعني او تربه متوسطه بمعنى اصح امتى اختار 200 فريم والله ساعتها هيبقى 200 فريم احسن حاجه فيهم بس سبام 12 ل 22 طبعا قلنا هيبقى سري فريم مكلف ماشي 200 فريم ينفع كويس قوي و12 ل 22 طب لو زاد 22 غلط قلنا مش غلط لكن هيبقى مكلف اكتر فاحنا بنفضل ما نزودش عن 22 طيب امتى فيكسد فريم؟ عندي حالتين لو مفيش داتا عن السويل خالص اوكي والسبان من 22 ل 24 وانا ساعتها الانتونج بيبقى مكلف فبنختاره فيكسد او حاجه ثانيه او لو اتقال لي ان السويل هارد سويل يعني استحاله هيحصل هبوط وطبعا هارد سويل دي ممكن تيجي لك على شكل ايه؟ ان هو روك روك يعني صخر او كوندنسد ساند ساند مضغوط قوي اوكي في الحاله دي انت عارف دلوقتي ان اكيد مش هيحصل هبوط خالص يبقى ايه ارخص سيستم من الثلاثه الفيكسد فريم يبقى سبان من 12 ل 24 يبقى فيكسد فريم يبقى خد بالك انا كده عندي فور كيسز زي ما اتفقنا الويك سويل من 12 ل 24 اكيد 300 طيب لو مفيش داتا عن السويل عندي تو كيسز من 12 ل 22 200 من 22 ل 24 تبقى ايه فيكسد طب لو اتفقنا لنا ان هو هارد سويل ساعتها يبقى على طول من 12 ل 24 تبقى ايه تبقى فيكسد فريم طيب شكل البيندنج مومنت عندنا اتفقنا للسيستمز المحفوظه وكام ده احنا مش عايزين نحفظ اول المومنت لكن عشان يبقى عندنا كده سنس هو المفروض تسليح يتحط فين اوكي هنحفظ شكله طبعا من غير قيم القيم دي لسه تحسب بعدين يعني مثلا ال3 هنجت فريم طب فريم فيه تلات هنجات وخد بالك انا بتكلم من الفريم ده دلوقتي سيمتريك طيب فريم زي ده سيمتريك وافقي خد بالك سيمتريك ده سيمتريك في اللودز وفي الابعاد طب سيمتريك وافقي هينفع يحصل اي سوي ساعتها مفيش طبعا سوي هيحصل لا سوي لا يمين ولا لان هو سيمتريك طب عايزين نحل بما ان ده ديتيرمنت فاكر الواي عندنا هتساوي ايه هتساوي عندنا سيجما اللي على 2 طب عشان نحسب الاكس هنقف عند الهنج اللي في النص ناخد المومنت بزيرو ونطلع قيمه الاكس بكام بس وانس ان انا جبت الاكس بتاعتي هضرب الاكس في الارتفاع ده اوكي يبقى انا كده جبت ايه جبت المومنت ولو تلاحظ كده ودي حاجه عايزين ناخد بالنا منها ان مومنت العمود طلع لبره طب مش الكاميرا هتقلب لفوق بنفس القيمه وطبعا في النص هيبقى في هنج هيبقى المومنت بكام بزيرو ماشي طيب ده كده شكل المومنت اللي عايزين بس نبقى فاكرينه فاكرين شكله عامل ازاي ال 3 فريم طيب لو 2 هنج فريم برضو زي ما اتفقنا احنا بنتكلم على فريم سيمتريك اوكي فريم السيمتريك دلوقتي مبدئيا كده وافقي يبقى اكيد ما في سوي عشان افقي كمان طيب تقدر تحل هنا دلوقتي فاكرين قلنا فريم زي ده يعتبر وانس ستاتيكلي انديترمد يعني مع صح هنضطر عشان نحله بالارقام هنضطر ساعتها نحله بطريقه من طرق الاندتيرمنت هنتكلم عليها في اخر الفايل ده اوكي لكن مبدئيا كده شكل مومنت عندنا عايزين ناخد بالنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى دايما مومنت العمود لبره تفتكر المعلومه دي وطبعا تحت في انج هيبقى مومنت بكام؟ بزيرو طيب ومومنت هيتقلب فوق على الكاميرا طيب المومنت في النص هينزل ولا مش هينزل؟ هو غالبا بينزل يعني لو احنا شغالين بالكونكريت دايمنشنز المحفوظه بتاعتنا غالبا هتلاقي مومنت نازل طيب ده كده بس عايزين نفتكر تفانا ده شكل البن موم بتاع ايه ال 200 فريم طيب الفيكسد فريم نفس الكلام برضو والله بيتكلم على فريم سيمتريك وافقي يبقى ما في سوي فاكر ده كان المفروض يبقى three times 3 تايمز ستاتيكال ان ديتيرمنت عشان في ثلاث مجاهيل سوري اسف ست مجاهيل وثلاث معادلات لكن عشان سيمتريك في الاخر فالواي يمين وشمال هيبقوا زي بعض فبالتالي تفانا ايه والمومنت كمان يمين شمال هيبقوا زي بعض فبالتالي تفانا ساعتها بقى ايه بقى ستاتيكال اند ديتيرمنت اوكي طيب ده مبدئيا ايه بس <applause> طيب فاكر شكل مومنت برضه على العمود هيبقى لبره بس تحت بقى الفيكسيشن مومنت مش بزيرو مومنت هيقلب لجوه لجوه ام على اتنين وفاكر ام على اتنين دي عشان كان الكاري اوفر مومنت بنص ده مش وقته النهارده لكن فعلا لو فوق ام تحت بقى ام على اتنين برضه هتقلب على الكاميرا ومومنت بينزل في نص اوكي طيب ده اتفقنا كده لو فريمات افقيه طب لو فريمات مايله بقول الفريم الانكلايند السيمتريك عليه سوي ليه عليه سوي لان الفريم نفسه عايز يفتح لبره يعني مثلا هتلاقي لما ده عايز تتحرك لبره والكاميرا تنزل في النص فحتى لو سيمتريك ده عليه سوي قول لي طيب ال هنجد فريم ماشي مبدئيا طبعا خلاص في سوي طب الواي بكام سي... <applause> سيجما اللود على 2 عشان اجيب الاكس هقف اخد المومنت في النص بزيرو واطلع الاكس وكالعاده مومنت افانا على العمود هيبقى فين لبره يتقلب الناحيه الثانيه في النص بزيرو ده كده شكل المومنت تفانا بتاع الـ 300 انكلايند فريم طيب الـ 200 فريم <applause> برضه عليه سوي زي ما قلنا العمدان المومنت عليه هيبقى فين؟ لبره وتحت طبعا عشان هنج تبقى بزيرو وفوق هيتقلب بنفس القيمه وفي النص هنا عند الكسره دي فاكرين قلنا ايه اللي هيحصل للمومنت؟ المومنت غالبا هينزل لتحت اوكي ساعتها بمعنى صح بقى يشبه التونجد العادي لكن بقى في مقص في النص الفيكسد نفس الكلام المومنت بره اتفقنا لو ام جوه هيبقى بكام؟ ام على اتنين ويتقلب بره تفانا وتحت يبقى برضه ايه في عندنا تداخل في النص ده كده شكل المومنت عندنا بتاع ايه الفيكسد فريم الانكلايند طيب لو عايزين نحل الفريمات دي مبدئيا كده ايه طرق الحل طبعا الفريم 3 هنجد ده ديتيرمنت مش محتاج اصلا بتحسب رياكشنات على طول تحل لكن الفريمات الانديتيرمنت زي ما تفهم اللي هو التو هنجد والفيكسد فريم سواء افقي او مايل ايه افضل طرق حل عندنا او اوفر في الوقت طيب ممكن نحل عندنا بالمومنت ديستريبيوشن بس بشرط ما يبقاش فيه سوي ليه فاكرين قلنا لان لو في سوي في مومنت ديستريبيوشن بنضطر نعمل جدول اسمه سوي كوركشن بيبقى صعب قوي فاحنا بنفضل في السيستمز اللي فيها سوي عندنا يبقى ايه مومنت ديستريبيوشن طيب مبدئيا كده لو في سوي سوري لو ما فيش سوي اسف مومنت ديستريبيوشن لكن لو في سوي يفضل ساعتها يستخدم ايه فيرتشوال ورك طيب ما هو واضح كده من السيستمز اللي عندنا احنا بنتكلم دلوقتي يا اما 200 فريم يا اما فيكسد فريم يا اما افقي يا اما مايل طيب امتى استخدم مومنت ديستريبيوشن لو 200 فريم كي سيمتريك افقي طبعا الافقي السيمتريك زي ما قلنا ما فيش سوي طيب وخد بالك سيمتريك ده سيمتريك في الابعاد وفي اللودز مش اللودز بس طيب او فيكسد فريم سيمتريك طبعا خد بالك يعني ما صح لو عندي هوريزونتال لود يمين هيبقى في زيها شمال بالظبط عشان ما بقاش في سوي عندنا طب ال فريم سيمتريك او الفيكسد فريم سيمتريك دول ما عليهمش سوي فالاسهل لي ان انا احلهم ازاي مومنت ديستريبيوشن لكن فاكرين قلنا اتفقنا امتى فيرتشوال وورك لانكلاينت فريم الكلاينت فريم هيحصل له ايه زي ما اتفقنا هيحصل له سوي فساعتها يفضل يتحل ازاي يفضل ساعتها يتحل